عمر عنده شي سلعة وبغى يوصلها للدار في أسرع وقت بثمن مناسب وبأمان. اتصل بصاحبه مول الهوندا ولكن لقاه بعيد ومشغول وما فيه ما يتسخسخ في الموقف ويغامر بسلعته. عمر فكر يقلب في الانترنت ولقى كارغو، أول أبليكاسيون موبيل في المغرب يمكن لك من خلالها توصل جميع البضائع اللي بغيت. تيليشارجي الابليكاسيون في البلاي ستور أو في الأب ستور وطلب المركبة تجي عندك في رمش تعين، وتقدر في أي لحظة تبقى متبع بضاعتك في وصلات والدفع عند الاستلام. الناس والمركبات اللي مع كارغو مختارين بعناية. فوق هادشي كله شركة كارغو دايرة تأمين على عدة منتوجات باش سلعتكم تمشي في أمان.